بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أهلا بكم مع جولة جديدة في الصيدلية. في حالة اليوم معنا المكمل الغذائي الجديد في أوميجا 3 كبسول لدعم صحة المخ والقلب والمفاصل، ويعمل هذا المكمل الغذائي على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية ودعم وظائف المخ والنمو العصبي ومقاومة الالتهابات، ويدعم صحة المخ ويحسن الذاكرة. ونظرا أنه يحتوي على فيتامين إي فهو يعمل كمضاد أكسدة قوي ويساهم في حماية الخلايا من الأضرار الناتجة عن التأكسد والالتهابات. الجرعة كبسولة واحدة يوميا مع الطعام. العبوة 30 كبسولة. سعر العبوة 240 جنيه. مع تمنياتي لكم بدوام الصحة والعافية.